بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على محاولة الاستيريو. محاولة الاستيريو بتكمل على الجزء بتاع الجيومتري اللي احنا بنستدي فيه خدنا ال اتكلم على how to do camera calibration. بعد كده اتكلمنا على 2 view geometry واتكلمنا على مسألة الترانجوليشن واتكلمنا على الجيومتري بولار جيومتري. النهارده بقى هنكمل الكلام دوت، هناخد ابلكيشن ظريف جدا اللي هو هاو تو كومبيوت الدبث باستعمال كاميرتين. الدبث ده هو ايه؟ هو بعد الاوبجكت من الكاميرا. فالستيريو بيساعدنا على ان انا يكون عندك تو سنسورز او تو كاميراز يعني بيصوروا نفس السين بالظبط. لو معاك نفس السين وتقدر تستابليش كورسبوندنسز تقدر تريكونستراكت البعد الثالث اللي هو الدبث، اللي هو البيكسل دي مكانها كان على بعد قد ايه من الكاميرا ساعه ما لقطت الصوره. فده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هنريفيو بسرعه على الترانجليشن، بعد كده نتكلم على حاجه كونسبت جديد اسمه الديسباريتي، بعد كده نحل مساله الاستيريو. مساله الاستيريو فيها الكثير من الماثيماتكس، ولكن وانس ان انت فهمتها بتلاقي بعد كده الدنيا بتستفاد. مساله الاستيريو بتفيد كتير في مثلا في السيلف درايفنج كارز والعربيات ماشيه، يرجع الدبس ازاي. ممكن لو لقيته العربيات اللي هي سيلف درايفنج بالذات هتلاقي في حاجات كتير منهم الموست اكيوريت بتكون شغاله باستيريو. السلايد كريدتس كالعاده من سي ام يو، الكلاس بتاع سي ام يو. هنقول تاني موضوع الترانجليشن. الترانجليشن الهدف منه هو ايه؟ ان انا عايز اريكونستراكت ال 3 دي وورلد. يعني ايه اريكونستراكت 3 دي وورلد؟ انت الوورلد عباره عن اكس وواي وزي كوردينتس، لكن الايمج اللي انت شايفها ملهاش غير دايمنشن اسمه اليو اللي هو ماشي في الاتجاه ده، ودايمنشن اسمه الفي اللي هو في الاتجاه ده. فانت معاكش البعد، معاكش النقطه دي بعيده عن الكاميرا قد ايه، معاكش النقطه دي بعيده عن الكاميرا قد ايه، معاكش النقطه دي بعيده عن الكاميرا قد ايه. اللي احنا بنقوله لو معاك اتنين ايمجز، لو معاك اتنين ايمجز فانت تقدر لو النقطه دي في منها اتنين كوبيز، واحده في الشمال وواحده في اليمين، تقدر تعرف هي على بعد قد ايه من الكاميرا لو انت عارف شويه حاجات عن الكاميرا بتاعتك. تمام، يبقى ده اللي احنا عايزين نقوله النهارده. مساله الترانجليشن مرتبطه كتير بمساله الاستيريو، ولكن في فرق ان انا بسمبليفاي بعض الايشوز علشان اعرف احل مساله الاستيريو كويس. فالهاو دو كونستراكت 3 دي بوينتس، من كل النقط اللي موجوده في السين اللي متشافه في الكاميرتين اقدر ارجع ازاي البوينتس. هبدا اخد بوينت بوينت موجوده في السين اللي على الشمال وانا عارف ان ليها كورسبوندنس على اليمين. اول حاجه اسلكت البوينت دي، تاني حاجه أفورم الإيبيبولار لاين فروم ذات بوينت إن ذا سكند إيمج. لو أنتوا فاكرين عملنا الكلام ده إزاي، عملناه بطريقتين. لو كان عندي إسينشال ماتريكس ومعايا كاميرات كاليبريتد، فكنت بضرب الإي ماتريكس في البوينت يرجع لك الإيه، يرجع لك الإل داش اللي هو الإيبيبولار لاين، وأبدأ أسيرش على كورسبوندنس أكروس الإيبيبولار لاين. طيب لو ما كانتش الكاميرات كاليبريتد، كل اللي هيفرق إن أنت معاك بدل ما هي الـ شغال في الكاميرا كوردينيت سيستم هتشتغل في الايمج كوردينيت سيستم، هتستعمل حاجه اسمها الفاندامنتال ماتريكس، هتستعمل حاجه اسمها الفاندامنتال ماتريكس. ده الفرق الوحيد. الاهم حاجه بالنسبه لك انك بتجيب الايبيبولار لاين في الصوره الثانيه هيكون شكله عامل ازاي عشان تدور على الماتش جواه. هاو تو فايند الماتش الونج اللاين اللي هو ده. احنا في الحقيقه لو انتم فاكرين احنا عملنا مساله الماتشنج دي قبل كده لما كنا شغالين على السيفت ديسكريبتور، وقلنا ازاي بيماتش، بيحسب حاجه اسمها السام اوف سكوير ديفرنسز او حاجات ثانيه هنقولها النهارده. المهم ان هو بيجيب احسن بوينت بتماتش البوينت اللي على الشمال، يبقى كده الحمد لله. فاضل الحاجه الثالثه ان انا بيرفورم الترانجوليشن. علشان تبرفورم الترانجوليشن لازم يكون عندك البروجكشن ماتريكس بتاعت الايمج اللي على اليمين والبروجكشن ماتريكس بتاعت الايمج اللي على الشمال. وانس ان هما جيفن بالنسبه لك، بتجيب بتحل السيستم اوف لينير ايكويشنز اللي كان فيه اربعه ايكويشنز في اربعه انونز، اقدر ارجع ال 3 دي بوينت. احنا كده عملنا ريفيجن سريع على الترانجوليشن وانه بيساعدنا نجيب الكونستراكشن لل 3 دي وورلد بوينتس، بس لازم يكون معاك البروجكشن ماتريكس ومعاك الكورسبوندنسز لكل بوينت. هنتكلم بقى عن عندنا هنا في المساله بتاعتنا، مساله الاستيريو ريكتيفيكيشن. مساله الاستيريو ريكتيفيكيشن دي عباره عن ايه؟ انت عندك كاميرتين، الكاميرتين بيصوروا نفس السين. الكاميرتين بالنسبه لك ممكن تعتبرهم زي عينك اليمين وعينك الشمال. انت لو قفلت عينك الشمال فانت شايف جزء من السين، ولو قفلت عينك اليمين فانت شايف جزء تاني من السين، وفي بينهم اوفرلاب. طب انا عايزك بس تقول لي ايه الديفرنت، ايه الديفرنت ثينجز بتوين التو ايمجز دول. والله انت لو بصيت على الصوره الشمال هتلاقي هنا في ايه، البتنجانيه دي موجوده هنا ومش موجوده هنا. هنا برضو هتلاقي جزء من الزرع موجود كبير وهنا متغطي، مش باين الحته دي، الحته دي مش باينه بنفس الايه. فمعنى كده ايه اللي انت حاسس ان هو يكون حصل عندك؟
هل حد فينا يقدر يستمت ايه اللي حصل بتوين التو ايمجز؟ حصل كأني اتحركت مثلا شفت لليمين. اسمها هوريزونتال ديسبليسمنت، صح بالظبط كده. ممكن نقول ان اتحركت شفت اليمين لو انت بادئ بالكامل على الشمال هي الريفرنس بتاعك، او اتحركت للشمال لو انت بادئ بالكامل على اليمين هي الريفرنس بتاعك. فده في الحالتين بنسميه هوريزونتال ديسبليسمنت. فالهوريزونتال ديسبليسمنت هو ده المساله اللي احنا عايزين نحلها. طب ليه بنحل مساله الهوريزونتال ديسبليسمنت؟ اتفيدنا في ايه؟ المفروض ان انا لو قدرت احسب الهوريزونتال ديسبليسمنت هنسميها ديسباريتي، والكاميرات بنفس الكونفيجريشن اللي احنا شايفينه قدامنا اقدر ارجع الدبث، اقدر ارجع كل نقطه على بعد قد ايه من الكاميرا اللي صورتها. فادي الصوره الاولانيه اللي على الشمال، وادي الصوره اللي على اليمين، ادي الصوره اللي على الشمال، وادي الصوره على اليمين، ادي الصوره على الشمال، وادي الصوره على اليمين، الصوره على الشمال، الصوره على اليمين. فعلا واضحه دلوقتي جدا فيها ايه موضوع الايه الهوريزونتال ديسبليسمنت دي، صح كده ولا لا؟ حاسين بالايفكت ده ولا مش حاسين بيه؟ تمام يا دكتور. تمام، ممتاز. خلاص يبقى ده هوريزونتال ديسبليسمنت حصل بين الصوره اللي على الشمال والصوره اللي على اليمين. الاوبجكتس ذات ار كلوز موف مور اور ليس، الاوبجكتس الاقرب للكاميرا اللي هي زي دي وزي الملايه وزي الزرع مثلا، هل دول بيتحركوا بموشن اكبر ولا البيكسلز اللي ورا اللي على الحيطه او على الخلفيه؟ يعني ايه شعورك انت؟ نرجع ورا، نرجع ورا عشان نشوف. اللي انا حاسه، ما اعرفش انت حاسس معايا ولا لا، انا حاسس ان البيكسلز الاقرب للكاميرا هي اتحركت اكتر، ان الموشن فيها بتبان بصوره اكبر. تمام. طيب لو انت قدرت تعرف بنسميها the amount of horizontal movement is inversely proportional to the depth، لو انت اتحركت كتير يبقى انت كده قريب من الكاميرا، لو انت اتحركت قليل يبقى انت كده بعيد عن الكاميرا. طب ايه اللي موجود في ناحيه اليمين ده؟ ده بيسموها يا اما يعني ساعات بتكون دي هي برايت للنقط القريبه يعني كبيره، يعني دي بيسموها disparity map اللي موجوده في ناحيه. خد بالك ان disparity دي يعني تقريبا كده مقلوب الزد، تقريبا مقلوب الزد. يعني ايه disparity؟ النقط اللي هي اقرب للكاميرا اللي هي الزرع اللي مغطي الحيوان او قصدي التيدي بير ده، لا مش تيدي بير، اللي هو بيسموه ايه ده؟ الضفدع الدميه دوت، ده اقرب لان هو ده اللي اقرب للكاميرا لان ده اللي بيكلود الاوبجكت لو انت واخد بالك يعني. فده واخد الموست برايت بارت من ايه؟ من الصوره. فالموست برايت يعني ايه؟ يعني مرجع سكور عالي، مرجع سكور عالي يعني دي ديسباريتي لان هو ده اقرب للكاميرا. فلو انا هي ديبس كان المفروض يبقى اغمق مش افتح. ده الفرق بين الديبس والديسباريتي، ان هم عكس بعض. الديسباريتي هي الموشن كانت هوريزونتال كبيره ولا صغيره، والدبس هي البعد النقطة عن الكاميرا كانت قريبة ولا بعيدة. فلازم تبقى متخيل ان هما ايه عكس بعض. The amount of horizontal movement is inversely proportional to the distance of the camera from the camera. More formally، خلينا نحاول نتخيل نفس السيستم بتاعنا ده. ادي الكاميرا اللي على الشمال، الكاميرا اللي على الشمال، وادي الايمج بلين اللي على الشمال، وادي الكاميرا اللي على اليمين، وادي الايمج بلين اللي على اليمين. حاجه بس احنا عشان التخيل، بس عشان التخيل احنا الايمج بلين ده لو عايزين نتخيله فكانه هو بلين عمودي على الشاشه وبيقرب عليك، بيقرب عليك، ده كان الايمج بلين بالشكل ده، وادي السين اللي هو موجود ورا. طيب ده شكل المساله اللي احنا بنحلها، اللي بنشرح فيها موضوع الديسباريتي ماب، واللي بنقول ازاي نحل مساله الاستيريو عليها. خد بالك ان مش كل الكونفيجريشنز احنا هنحلها، احنا هنحل الكونفيجريشن ده بس، ولو جالنا اي كونفيجريشن غيره هنحوله لنفس الكونفيجريشن ده عشان احله. نفهم بس الجيومتري شويه بتاعت السيستم. خد بالك ان الاو ده السنتر بتاع الكاميرا في الكاميرا كوردينيت سيستم. فالاكس دي، الاكس دي عباره عن فيكتور في سنتر مين عند الكاميرا كوردينيت سيستم، لكن انا على الصوره ببقى شايف حاجه اسمها اكس سمول هنا اللي هي الحته دي. انا على الصوره بتاعتي السنتر بتاعي اللي هو انا كنت بقول لك ان عندك يو وفي، صح؟ والفي بقى اللي هو هاجم عليك يعني في اتجاه عمودي على الشاشه يعني. كان عندي اتنين دايمنشنز اليو والفي، فانا بتكلم في الصوره بالبيكسل كوردينيتس والاو ده الكاميرا كوردينيت. طيب معنى كده ان خد بالك
لما هتروح على البيكسل كوردينيت، لان هو ده الرقم اللي انت بتقراه، انت لما تيجي تعرف البيكسل دي موجوده فين فانت بتلوكلايز البيكسل دي عن طريق اليو في كوردينيت، ما تنساش. ونفس الكلام بالنسبه للكاميرا الثانيه بقى هنا، خد بالك بس احنا ممكن نقول ناسيوم يعني ان الكاميرا سنتر هي الورلد سنتر هي الاو اللي هي الكاميرا على الشمال ده، بس للسهوله للشرح يعني. المسافه ما بين الكاميرتين، المسافه ما بين الكاميرتين بنسميها البيز لاين. خد بالك برضو من حاجه مهمه جدا، ان في الكونفيجريشن اللي احنا شايفينه دول ده بيسميها بارالل كاميراز، بيسموها بارالل كاميراز. والبارالل كاميراز دي عكس او مختلفه عن الكونفرجن كاميراز اللي اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت، اتكلمنا على نوعين من الكاميراز. البارالل كاميراز والكونفرجن كاميراز انت ممكن تتخيل كده ان الايمج بلين ده موجود في بلين كبير، ها التو ايمج بلينز دول عباره عن سب يعني سب بلينز او يسموها ايه بقى، سب سبيسز موجوده جوه البلين الكبير اللي كل الصور من الكاميرتين دول جايه عليه، كل النور جاي عليه. ايوه، فده الحته المهمه جدا اللي بيقول لك عليها. ادي عندك ادي الاكس سمول، الاكس سمول دي موجوده في مين؟ موجوده في الايمج كوردينيت سيستم، ايمج كوردينيت دي الحاجه اللي احنا عايزينها. طب بقول لك هاو اكس كابيتال، هاو اكس كابيتال ريليتد تو اكس سمول، انا عايز اعرف اكس كابيتال المسافه دي بالنسبه للمسافه دي هتكون شكلها عامل ازاي. فطبعا ده بتشابه المثلثات، احنا عارفين ان النقطه دي بعدها عن البلين بتاع الكاميرا سنترز هنا بيسميها الزي، ده البعد عن الكاميرا، البعد دي هرمه بعيده. وادي الاكس كوردينيت هو الحته دي، وادي الاكس سمول، وادي الاف سمول. فتقدر تجيب الايكويشنز بمنتهى البساطه ان اكس كابيتال على زي كابيتال بتساوي اكس على اف. خد بالك من حاجه مهمه، هو انا عاوز الاكس كابيتال تبقى بكام؟ انا مش مهتم اصلا باكس كابيتال دي في حاجه، انا لا مهتم بيها الزي، انا نفسي اعرف الزي، فعايز ادور على ايكويشن بطريقه ما اطير الاكس كابيتال من الايكويشنز دي بحيث ان انا اعرف اجيب الزي. لان خد بالك ان الاكس دي نون، والاف انت عارف الفوكال لينس بتاع كاميرتك بيساوي كام، وانت نفسك تجيب الزي، والاكس بالنسبه لك دي كده اوبستكل، نفسي اجيب ايكويشن ثانيه اضيع منها الاكس. فانا ممكن اعملها بالرايت كاميراز، بالرايت كاميراز بنفس الكلام. خد بالك ان المسافه دي بقت اسمها بي ماينس اكس. طب اسمها بي ماينس اكس ليه؟ لان المسافه دي من هنا هنا اسمها بي، وهو بيأسوم انه بدأ من الكاميرا من الايمج كوردن سيستم هنا، دي المسافه دي كلها كده بي، والمسافه دي اللي هي الكوردن دي هيطلع دي بي ماينس الاكس اللي هي، يبقى بي ماينس اكس على زي هتساوي اكس داش على اف. لو استعملت الاثنين ايكويشنز دول تقدر تضيع الاكس منهم، لو جيت تضيع الاكس منهم هتلاقي يطلع لك ترم جديد اسمه الاكس ماينس اكس داش، عشان انت هنا عندك اكس داش، وهنا عندك اكس، وهنا عندك اف، وهنا عندك اف، وهنا عندك زي، وهنا عندك زي. هتلاقي ان اكس ماينس اكس داش لو جبتها في طرف هتساوي بي في اف على الزي. طب البي ده البيز لاين، وده لازم تكون انت عارفه، لان انت اللي بتست بايدك الاستيريو سيستم، انت بتحط الكاميرتين فانت عارف المسافه اللي بينهم بتساوي كام بالظبط، وعارف الفوكال لينث عشان انت اللي جايب الكاميرات وبتحاول تجيبهم بنفس الفوكال لينث. يبقى كل الحاجه اللي معاك ايه؟ ان انا معايا الاكس جبتها من الايمج اللي على الشمال، والكورسبوندنج اكس داش جبتها من الاكس الصوره اللي على اليمين. لو انا عرفت الاكس والاكس داش طرحتهم من بعض جبت حاجه اسمها ديسبيسمنت، او سموها ديسباريتي اللي هي الهوريزونتال ديسبيسمنت. الديسباريتي دي وانس ان انت جبتها هتساويها ببي اف على زي. لو انت كتبت دي بتساوي بي اف على زي هتفهم دلوقتي الكلام بتاعي اللي انا قلته لك من شويه صغيرين، لما قلت لك ان الدبث اللي هو الزي is inversely proportional to the disparity اللي هي الدي. يبقى الهوريزونتال ديسبيسمنت دي هتكون inversely proportional مع الزي اللي هو الدبث بتاع النقطه اللي موجوده في 3 دي وورلد من الكاميرا يعني. تمام، يبقى هنا inversely proportional to the depth، ده الكونكلوجن. بيقول لك بيستعملوها في، بيقول لك real time stereo sensing موجود في روبوت searches for ميتوريتس، مش عارفين بيقولها ازاي دي، في انتاركتيكا بيدوروا على شويه حاجات. مستعمله برضو في بعض السيستمز، بتطلع له نافيجيشن ماب اللي انت شايفها دي، بتقول له ايه النقط القريبه منه وايه النقط البعيده، ويعرف ان في كون هنا والحاجات دي كلها. في السوبارو اي سايت سيستم خدت بالك، ادي الكاميرا الشمال وادي الكاميرا اليمين او العكس، وادي بيز لاين ما بينهم، بيستعملها في ان هو يعمل بري كوليجن بريكنج، وادي صوره اوضح يعني. في فيديو موجود على الويب سايت بتاع برضو سي ام يو على نفس السلايدز دي بتاعتهم، هتلاقي في فيديو ممكن تشوف بقى بيستعملوها ازاي تاني. طب السؤال ده مهم جدا نكون عارفين اجابته. What other vision system uses disparity for depth sensing؟ انت بالنسبه للدبث سنسنج هل نقدر
نطلعها بشكل تاني. في الحقيقه بس الكلام ده كلام قديم شويه، كان في تجارب بتتعمل اسمها الاستيريوسكوبس او استيريوسكوبس، ام سوري، يعني كان بيجيب لك صوره 2D بالمنظر ده اللي انت شايفها دي، ويحط عليها تتفرج على الصورتين دول، فتظهر لك الصوره دي كانها موجوده في 3D وورلد. برضو كان في محاولات برضو نفس الكلام ده في البابليك لايبرز، بيبقى في نوع من الكاميرا، نوع من النظارات، حاجه بتعمل بتريسبوند تو ويف لانسز بطريقه مختلفه شويه، فبرضو لو انت بصيت على اوبجكت في 2D تحس ان هو جاي لك في 3D. في العاب كتيره شفناها واحنا صغيرين تعمل حاجات شبه كده، وده برضو نفس الطريقه اللي هي 3D موفيز ورك. لازم تكون لابس حاجه في دماغك عشان تعرف تشوف السين كانه 3D، ان هو بيحاول يوري لك صوره ريكونستراكتد بالشكل ال 3D. يعني السؤال بقى التاني، هل دي الطريقه الوحيده للبني ادمين ان يعرفوا بيها الدبثز؟ لو انت ما عندكش كاميرتين ما ينفعش تعرف الدبث يعني، ولا هو لازم كاميرتين عشان تعرف الدبث؟ يعني جرب غمض عين واحده من اللي عندك وستيل انا بقدر اعرف من الدبث بتاعي. طب تعرف ازاي الدبث؟ حرك عينك عشان نعم، حرك راسك، عايز انت تحرك راسك عشان لو حركت عينك يبقى انت كده قدرت تجيب. فمعنى كده ان العين حركتها الموشن تساعدك ترجع الدبس، يبقى اتس نوت جاست ايه الاستيريو. الاستيريو دي طريقه من الطرق اللي ترجع بيها الدبس. هل في طرق ثالثه غير موضوع الموشن والدبس والديسباريتي قصدي؟ في طرق كمان. ايه زي، حد يديني اي مثال كده. حد فينا جرب يصور صوره ويتفرج على الظل اللي متكون؟ مش الظل اللي متكون ده بيقول لك قد ايه الاوبجكت بعيد او قريب من الضوء، صح؟ فانت كده تقدر تطلع منها كيو جديد يساعدك. ففي فعلا، في فعلا مساله اسمها شيب فروم شيدنج، ودي ليها ابلكيشن ظريف قوي. انت لو جبت مثلا الكاميرا وصورت نفسك بصوره مره بفلاش ومره من غير فلاش، ممكن يقدر في بعض البروجرامز يعني يقدر يطلع لك 3 دي كونستراكشن لوشك يعني. فدي حاجات انترستنج جدا، اي ثينك معموله في حاجات شبه كده في ابل يعني، عاملين حاجات شبه كده، ان انت ممكن تتصور مره بفلاش ومره من غير فلاش ومره بفلاش جامد ومره فلاش بضعيف. من الشيدنج دي يقدر يرجع 3 دي كونستراكشن لايه، للفيس. طيب ماشي خلاص، احنا اتكلمنا على الموضوع ده، مهم لان ده بيوند السكوب بتاع الكلاس، بس مهم تبقى انت عارفه ان مش الاستيريو، الاستيريو مش هو الحاجه الوحيده اللي اقدر ارجع بيها الدبس او اعرف النقط دي بعيده ولا قريبه من الكاميرا. خلاص دي حاجه مهمه. كلمه الدبس بالنسبه لنا معناها ايه؟ معناها ان انا اقدر اعرف ال 3 دي وورلد كوردينيت بتاعت اي نقطه موجوده في السين، ده الهدف بتاعنا. So can I compute the depth from any two images of the same object؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه. هل تقدر ترجع الدبث؟ انا هقدر ارجع الدبث لو معايا projection matrices وبالنسبه لي اقدر اجيب ال correspondences واعرف احل المساله دي. بس هقول لك ان في مساله اسهل من مساله، في مساله اسهل من مساله. احنا عارفين ان النقطه دي الايبي بولر لاين بتاعها هو دو، وان الماتشز بتاعتها لازم تكون واحده على اللاين ده، المفروض ان هي تكون دي. ونفس الكلام النقطه اللي على اليمين وبتماتش اللاين اللي على الشمال اند سو اون اند سو فورث. يبقى اول حاجه محتاج عشان تحل المساله دي عشان تحسب الدبث، اول حاجه يو نيد سفيشنت بيز لاين، ما يكونش الانجلز قريبه قوي من بعضها. تاني حاجه الايمجز نيد تو بي ريكتيفايد فيرست. نيد تو بي ريكتيفايد فيرست معناها ايه؟ كلمه ريكتيفيكيشن معناها الايبي بولر لاينز يبقوا هوريزونتال، معناها الايبي بولر لاينز يبقوا هوريزونتال. طب ازاي تخلي الايبي بولر لاينز هوريزونتال؟ ده موضوع من مواضيع محاضرتنا النهارده، هنتكلم عليها ازاي نحل الماثيماتكس اللي تخلي الايبي بولر لاين يبقى هوريزونتال. يعني لما تجيب النقطه دي وتحسب لها الايبي بولر لاين ما يطلعش الخط كده، يطلع خط مستقيم كده. انت نفسك يطلع كده على نفس الاستقامه بتاعه ده، لو كملته يخبط في النقطه دي. انا اسف ما كملش، يو كده لازم يكمل عليه. فالحل بتاع مساله الاستيريو هو بمنتهى البساطه دي، انك اول خطوه هتعملها هتعمل ريكتيفيكيشن للايمجز. لو عملت ريكتيفيكيشن للايمجز هاخد البيكسل دي اوف انترست وكونستراكت بلوك حواليها، وهعمل بقى هوريزونتال لاين بيمر بالنقطه دي كده، هوريزونتال لاين بيمر بالنقطه دي كده، واجيب ايوه مظبوط هيطلع هو ده الايكوبولر لاين، وهسكان اللاين ادور على البيست ماتش للبلوك ده هنا، ولا هنا يماتش دي ولا يماتش دي ولا يماتش دي، لحد ما اجيب احسن كورسبوندنس. اول ما تجيب احسن كورسبوندنس هتقول ان اكس بتاعتي بتساوي كذا وان اكس داش بتساوي كذا، هتطرح اكس ماينس اكس داش، حسبت الدي بتساوي اكس ماينس اكس داش. وانس ان انت حسبت الدي تقوم ضارب البي اللي هو البيز لاين في الاف الفوكال لينس على الدي اللي هي الديسباريتي، ترجع الدبث. خلاص،
وتعمل الكلام ده لكل نقطه في الصوره. اول خطوه اهم خطوه ان الكلام ده ان الايمجز تكون ريكتيفايد. يعني ايه الايمجز تكون بقى ريكتيفايد؟ ايوه ده السؤال اللي احنا بنجاوب عليه. هاو كان يو ميك ذا اي بي بولر لاينز هوريزونتال؟ What is special about these two cameras؟ احنا قلنا نسميناها parallel cameras. طب ايه موضوع parallel cameras دي؟ ايه special بينهم؟ ايه الحاجة special في parallel cameras؟ عندنا حاجتين special. الحاجة الاولانية ان image planes بتاعة الكاميرا اللي على اليمين والكاميرا اللي على الشمال عبارة عن parts من image plane كبير. ايه اللي هو الكاميرتين دول موجودين عليه؟ تخيل ادي عندك الكاميرتين، تخيل ان انت عندك الشاشه بتاعتك اهي قدامك وحط قدامها بلين بارلل ليها بالظبط. اهو انا بقول لك بقى ان الايمج بلين عباره عن حته من البلين ده وحته موازيه ليه في الناحيه الثانيه. فمعنى دي حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا. الحاجه الثانيه اللي مهمه ان الايبي بولر لاينز هيتقابلوا في الانفينيتي. لما يكون البارلل كاميراز يبقى الايبي بولر لاينز هيتقابلوا في الانفينيتي. ده التو ثينجز المهمين جدا، ده اللي احنا نفسنا يكون موجود. لو انت الايبيبولر لاينز بتميت ات انفينيتي، وادي الكاميرا اللي اسمها اكس او اسمها او قصدي، ودي اسمها او داش، وادي اكس وادي اكس داش، كده اقدر احل مساله الاستيريو باستعمال الديسباريتي. اقدر احل يعني لو انت معاك الديسباريتي تعرف ترجع الدبس. احنا نفسنا نوصل للكونفيجريشن ده. ولو وصلت للكونفيجريشن ده هتكتشف حاجه مذهله جدا، ان الار الريليشن شيب هنا بتوين كأن سمي ده الايمج بلين واحد، ايمج بلين واحد، وده سميه اي ايمج بلين اثنين. هقول لك ان ايه ريليشن بين ايمج بلين واحد وايمج بلين اثنين؟ ان بينهم روتيشن عباره عن الايدنتيتي، وبينهم ترانسليشن فيكتور اللي هو البيز لاين، والبيز لاين بيكون في الاكس بس. تمام، يبقى ده وين ار ذا بوينت هوريزونتال وين ذس ريليشن شيب هولدز. لو احنا الروتيشن هي الايدنتيتي والترانسليشن هو البيز لاين، يبقى كده الكاميرتين دول هيبقوا بارلل كاميراز ويبقى الايبولر لاينز هوريزونتال. طيب ده من الشكل الاصلي اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو كان دول كونفرجنج كاميراز، فكان عندي روتيشن ماتريكس وعندي ترانسليشن فيكتور. ليت اس تراي ذس، ان الاي بتساوي تي اكس في الار. This always holds true. إن هنا إن الكلام ده بيساوي صفر for rectified images. For rectified images. لو أنت خدت ال e بتساوي t x في ال r، ال i بال identity وال t هي الفيكتور ده، ولو عملت t x، t x عارف معناها إيه قصدي؟ معناها إنها خليه كأنه الشكل اللي بيضرب matrix 3 في 3 اللي هي skew symmetric matrix. في ال r هتساوي هي ديت، هي دي تي اكس باي ذا واي، والايدنتيتي كانت بواحد تطلع شكلها من كده. الحاجه الانترستنج ان الكلام ده هيهولد ترو فور اي ريكتيفايد ايمجز، ان اكس ترانسبوز في اي في الاكس داش هتساوي الزيرو. تمام، رايت اوت ذا كونسترين. عشان رايت اوت الكونسترين يبقى يو في واحد ومضروبه في الماتريكس اللي اسمها اي اللي يطلع شكلها بالكونفيجريشن ده، هتساوي في اليو داش في داش واحد هتساوي صفر. يبقى لو حاولت تحولها يبقى يو في واحد في زيرو ماينس تي وتي في داش هتساوي صفر. معنى كده ان the image of the 3D point will always be on the same horizontal line، ان تي في بتساوي تي في داش، الواي كوردينيت از اولويز ذا سيم. عشان كده قلت لك وانت بتعمل الاستيريو هتمد خط على نفس الاستقامه بتاعت النقطه انت بتدور عليها، وانت عارف ان الماتش لازم هيكون موجود في الناحيه التانية. طيب، it is hard to make the image planes exactly parallel. How can we make the epipolar lines horizontal؟ ده السؤال اللي احنا بنجاوب عليه في المحاضرة النهاردة. هنعمل حاجة اسمها الستيريو ريكتيفيكيشن. فايه موضوع الستيريو ريكتيفيكيشن؟ ناخد بالنا ان دول تو جنرال image planes، مش ولا هم parallel ولا اي حاجة خالص. عندك هنا O وعندك هنا O داش، فدول مش هيساعدونا نحل مسألتنا. الحل بتاع الستيريو ريكتيفيكيشن ان انا اريبروجكت الايمج دي على البلين ده وريبروجكت الايمج دي على البلين ده. طب عشان تريبروجكت الايمج دي على البلين ده وتريبروجكت الايمج دي على البلين ده، تحل المساله دي ازاي؟ حد شاطر يقول؟ احنا خدنا حاجه شبهها قبل كده. الهوموجرافي. اكسلنت، ممتاز يا ضوي، احمد ضوي.
هنحل المساله دي عن طريق الهوموجرافي، ان انا بدور على بلين والبلين ريليشن ما بين ده وده بتكون اتش 1، والبلين ريليشن ما بين ده وده تكون اتش 2. بس في حاجه بقى مهمه، ان اتش 1 واتش 2 ليهم علاقه ببعض. طب يا ترى ازاي هتحلها؟ وان فور اتش انبوت ايمج ريبروجكشن. الستيريو ريبليكيشن بيقول لك اول حاجه تروتيت الرايت ايمج عشان الاين الكاميرا كوردينيت سيستمز. طب يعني ايه هيروتيت الرايت ايمج؟ يعني شايف الليفت ايمج هيسيبها زي ما هي، الرايت هيعمل ايه؟ هيلفها، هيعمل لها روتيشن بحيث تكون الايند مع الكاميرا اللي على الشمال. طب استفدنا ايه من الخطوه دي؟ استفدنا حاجه مهمه قوي، ان الماتريكس اللي هتعمل لي هوموجرافي ما بين الليفت لدي هتكون هي نفسها الماتريكس هتعمل هوموجرافي ما بين ده لده. يبقى الخطوه الاوليه ان انا ادور على روتيشن تخلي الكاميراز الايند، روتيت ذا رايت كاميرا باي ار الاينز الكاميرا كوردينيت سيستم اورينتيشن اونلي، هيظبط بس الاورينتيشن. تاني خطوه هريكتيفاي، هيروتيت الليفت كاميرا تو بي تو هاف ذا اي بي بول ات ذا انفينيتي، ونفس الترانسفورميشن ده هيعمله على الرايت كاميرا. الحاجه الاخيره، احنا عرفنا ان احنا بنحل المساله دي اب تو سكيل، فهو هيسيت السكيل لسيرتن فاليو عشان يعني ايه ما يكونش فيه امبيجوتي بالنسبه لنا. فعشان نكون متخيلين الستيريو ريكتيفيكيشن، انت عندك دلوقتي الاي بي بولر لاينز مش بيتقابلوا في الانفينيتي، والاي بي بولر لاينز مش بيتقابلوا في الانفينيتي. الفكره بقى عشان نخلي البلور لاينز دول يتقابلوا في الانفينيتي، انا محتاج اجيب الروتيشن ماتريكس اللي تالاين التو ايمجز دول. علشان اجيب الروتيشن ماتريكس اللي بتالاين التو قصدي مش بلينز دول، محتاج الاسينشال ماتريكس. يبقى اول خطوه هتحتاجها انك تجيب الاسينشال ماتريكس، ومنها تديفاين سيرتن روتيشن، سيرتن روتيشن ماتريكس. الروتيشن ماتريكس اللي احنا بنجيبها دي بنجيبها بحاجه اسمها رول اوف ثامب، في طريقه مثبته بالعكس. يعني هي مش الاثبات، مش ايه ان الار هتطلع كده بعد ما اثبت، لا هو العكس. انت بتقول ان بتاسيوم ان الار المفروض تكون كده وهتحقق الشروط المطلوب. بعد ما بتجيب الروتيشن ماتريكس دي، هي بتتحسب عن طريق لازم اكون عارف الاي الاول. لو انت عارف الاسينشال ماتريكس بتوين تعرف لسه كل بوينت مش في الانفينيتي، انا عايز اكوركت الايفكت ده. طيب يبقى هيروتيت الار، ايوه بقول الاثنين دلوقتي مالهم الايند مع بعض، هيروتيت البوث باي ار ريكت، يظبطهم بقى يعدلهم بالشكل ده، هيسكيل يرجعهم لورا يا يطلعهم لقدام. ده شكل الستيريو ريكتيفيكيشن. طيب اول خطوه بقى فيها هنفصل فيها شويه، هاو تو كومبيوت الاي تو جيت الار. لا احنا بنعرف نجيب الاي عادي جدا، الاي حاجه بنعرف نحسبها. لو عندك بيرز اوف كورسبوندنسز تقدر تحسب الاي. وانس ان انت حسبت الاي، هاو تو جيت الار ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه. انت عارف ان اي ماتريكس سكوير ماتريكس زي الاي، الاي ماتريكس بتكون 3 في 3، اقدر اعمل لها سنجل فاليو ديكومبوزيشن او ايجن فاليو ديكومبوزيشن في الحالتين، في الحاله دي بالذات، لان الماتريكس اي دي بتكون سكوير بيطلع نفس الاوتكم بالظبط. الايجن فاليو ديكومبوزيشن هو نفسه السنجولار فاليو ديكومبوزيشن في المساله دي بالذات. بيقول لك بقى دلوقتي الرول اوف ثامب اللي احنا هنستعملها، ان هو هيريبليس السيجما ماتريكس دي بماتريكس اسمها دبليو من جيبه. يعني ما حدش سالني جابوها ازاي، دي مساله كده معروف ان الحل بتاع المساله دي طب بيجي بالشكل ده. طب هم حلوها ازاي؟ هقول لك انا. هو بعد ما عمل اسامبشن للدبليو بالشكل ده، اثبت ان هي هتعمل الروتيشن اللي هو عايزه، خلاص ده موضوع، ده الحل بتاعه. لكن هي مش، يعني هو مش بيجي لها من اليمين للشمال، هو بعد ما بيقول ان الدبليو دي كويسه يقدر يقول ان دي هتحقق له ان الكاميرتين يبقوا الايند مع بعض ان شاء الله. وي جيت فور، لو انت حطيت الدبليو دي وي كان جيت فور بوسيبل سوليوشنز للار. اول واحده منهم للار، انا عايز اجيب الار ماتريكس، انا عايز الروتيشن حتى ما يهمنيش الترانزليشن في حاجه. فالار دي بتجيبها ازاي؟ انت بتقول ان الاي ماتريكس عباره عن ار وتي، بتقول ان الاي ماتريكس عباره عن ار وتي. فالار واحد ان هي تقول يو في دبليو في في ترانسبوز، والار اثنين هي يو في دبليو ترانسبوز في في ترانسبوز. اليو ترانسبوز هتخلي الواحد هنا والسالب واحد هنا، دي اللي هي الدبليو ترانسبوز. خد بالك ان هي دي نفسها الماتريكس اللي هي يو سيجما في ترانسبوز، بس هو شال الايجن فاليوز وحط مكانها مين؟ الماتريكس اللي اسمها دبليو او دبليو ترانسبوز. وبيقول لك ان تي واحد هيساوي الكولوم الثالث في اليو، او ماينس الكولوم الثالث في اليو. طب ايه معنى الكلام ده؟
اه معناه ان انت لو انت بتقول ان الار كان بي دي كومبوزد از ار تي بالشكل ده، فهي ممكن تبقى ار 1 مع تي 1 او ار 1 مع تي 2 او ار 2 مع تي 1 او ار 2 مع تي 2، فانت كده عندك اربعه الترناتيفز هيرجعوا لك الاي ماتريكس بالشكل ده، يعني لو جيت تحسبهم هيطلع الاي كده. طيب لما كده ده معناه ان عندي اربعه اوبشنز للار مع التي، عندي اثنين كومبينيشنز للار واثنين كومبينيشنز للتي، فبقى عندك اربعه اختيارات. Which one do we choose؟ انا في الاخر خالص مش عايز غير ار، فانهي ار اللي انا عايزها؟ بيقول لك لو بس هي الار لازم يجي معاها تي، فانت دي المشكله بالنسبه لك. بيقول لك computed determinant of الار الفاليد سوليوشن must be equal to 1. لو حصل ان determinant of r طلعت بنيجاتيف 1 معنى كده ان انت حصل ريفليكشن، يبقى حصل روتيشن بلس ريفليكشن، انت مش عايز ريفليكشن انت عايز روتيشن بس. الحاجه الثانيه لما بتستعمل التي فيكتور دوت، لو هتيجي تستعمل التي فيكتور هيقول لك ان الزي بتاعتك بوزيتيف ولا نيجاتيف، هيقول لك الزي بتاعتك بوزيتيف ولا نيجاتيف. خلينا نشوف دلوقتي يعني ايه الزي بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو دي الكاميرا سنتر والايمج بلين، فاحنا بنقول ان النقطه اللي بيصورها بتكون ابعد كده، فالزي بتاعتها بتبقى بوزيتيف. لكن لو الزي النقطه كانت في المكان ده معنى كده ان الزي نيجاتيف. فالهدف بقى بتاعنا ان انا اجيب الروتيشن ماتريكس دي اللي تخلي البوينت ان الكاميراز الاثنين تكون ان فرونت اوف التو كاميراز. فدي معناها ايه؟ انت بيكون عندك كام كونفيجريشن، انت بتتكلم على ان النقط تكون ورا الكاميرا زي هنا، الاثنين دول النقطه دي ورا الكاميرا صح؟ هي دي الحاله الوحيده الكاميرتين النقطه ادي النقطه دي، دي 3 دي بوينت، وادي الكاميرا الاولانيه وادي الكاميرا الثانيه، وهنا النقطه هتكون متشافه ورا الايمج بلينز في الحالتين. لكن بقيه الكاميرات للاسف مش هيبقوا الكونفيجريشن ده مش مظبوط. ادي الكاميرا سنتر والنقطه ورا الكاميرا، النقطه ورا الكاميرا مش قدامها، وهنا واحده هتكون قدامها واحده وراها، وهنا واحده قدامها واحده وراها، فيبقى الكونفيجريشن الوحيد هو ده الصح هو ده. يبقى ده الكونفيجريشن اللي هيجيب لك ان الفرونت ان بوث بوث بوينتس ار ان فرونت اوف بوث كاميراز. هنجيبها من هنا، بنجيبها منين؟ ان الار ماتريكس تكون الديترمنت بتاعتها بتساوي 1 مش سالب 1، وان الكمبيوتر 3 دي بوينت يوزنج الترانجليشن لو لقيت الزي فيكتور او الزي قصدي طالعه بيساوي رقم بوزيتيف يبقى دي كويس. الخطوه الثالثه بقى، الخطوه الاولانيه جبت الار هروتيت الايمج دي باي ار خلاص. الخطوه الثالثه ان انا اجيب الترانسفورميشن اللي يخليهم يخلي البولار لاينز تروح للانفينيتي، ده مش موجود لسه ما لناهوش دلوقتي. وين دو البولار لاينز بيكام هوريزونتال؟ هيكون ايوه هو ده الشكل اللي احنا نفسنا يحصل. دول مش كونفرجنج، دول ام سوري اللي تحت دول كونفرجنج، اللي فوق ده اللي احنا نفسنا يحصل يبقى بارلل كاميرا. كان في حاجه مهمه احنا شفناها في المحاضره اللي فاتت، بتقول لك امتى تقدر تجيب الاي بول معادلته بتقول ايه؟ كنت بتقول ان اي في اي بتساوي صفر لو انت فاكر، يعني كنت بتقول الاي في اي بتساوي صفر. دي معادله من المعادلات المشهوره بالنسبه لنا. طب ايه معنى ان الاي بول يكون موجود في الانفينيتي؟ حد فينا شاطر يقول؟ هي معلش دي مش المحاضره اللي فاتت، المحاضره اللي قبل اللي فاتت او اللي قبلها كمان. ايه معنى ان اي نقطه اي نقطه تكون موجوده في الانفينيتي؟ معناها ايه عندنا؟ معناها ان الهوموجينيوس كوردينت بتاعها كان بيساوي 1 0 0، ده معنى ان تكون النقطه في الانفينيتي. هي دي الحته بس التريك يمكن، بس ايه الناس ناسينها، بس هي دي المهمه يعني. فبيقول لك بيلدينج الار ريكت فروم الاي، انت لو معاك الاسينشال ماتريكس اقدر اجيب الاي بي بول عن طريق ان انا سولف الاس في دي اون الاي واجيب الترانسليشن فروم الاي، يبقى كده عرفت الاي اللي هو الاي بي بول بتاعنا. فخد بالك ان الاي بي بول سو فار مش موجود في الانفينيتي، انا عايز اعمل ترانسفورميشن عليه بحيث ان هو يكون في الانفينيتي. يعني انا نفسي ان اي اللي هو ما كانش 1 0 0 وما كانش كده اجيب منه اي داش اللي هي تبقى عامله ازاي اللي هي تساوي 1 0 0، ده اللي انا نفسي يحصل. فازاي اوصل من اي لاي داش؟ هروح اضرب الاي دي في ار ماتريكس، الار دي عباره عن روتيشن ماتريكس،
تعمل ايه؟ تخلي ان لما اضرب الار في الاي تحسب لك الشكل ده اللي نفسك تحصل. فانت دلوقتي هاو تو كونستراكت، هاو تو كونستراكت الار ماتريكس دي بحيث انها تحقق لك الواحد صفر صفر. ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب. فعشان الكلام ده يحصل انت نفسك ان الاي بي بول يكوينسايد وذ ترانسليشن فيكتور. الترانسليشن فيكتور ده اللي هو الفيكتور اللي بتوين تو كاميرز، انت نفسك الاي بي بول يبقى بيكوينسايد معاهم، يبقى داخل معاهم على نفس الحزب. لو ده حصل يبقى كده هيروح في الانفينيتي فعلا. فانت دلوقتي بتجبر ان اول كولوم في الماتريكس اللي اسمها ار، اسيوم ان هي ار 1 وار 2 وار 3، انت عايز تجبره ان هو ده يكوينسايد مع الترانسليشن فيكتور اللي هو بتوين التو كاميرز، او سميناه البيز لاين في بعض الاحيان. فبتقول ان اي واحد هو ار واحد هو تي على تي النورم بتاعه. طب ايه فكره ان تي يقسمها على النورم؟ عشان انا عايز يطلع لي واحد بالعافيه. فعشان عايز يطلع لك واحد بالعافيه بتضطر تخلي الفيكتور ده اوف يونت لينث. بتخليه اوف يونت لينث ازاي؟ انك بتقسم على اللينس بتاعه او على النورم بتاعه. طيب وبعدين عايز اجيب فيكتور عمودي على، عايز ما خد بالك من حاجه ان الروتيشن ماتريكس لازم تكون اورثوجونال، عايز اجيب فيكتور يكون عمودي على الفيكتور اللي اسمه ار 1. وطب الفيكتور اللي اسمه ار 1 ده كانه هو مين؟ الديسبيسمنت. طب ايه الفيكتور اللي ممكن يكون عمودي عليه؟ حاجه تكون بالمنظر ده، حاجه تكون. طب فده بيسميه بس احنا هناخده عند السنتر هنا كده بتاع الكاميرا الاولانيه، هيبقى هنقول ان هو الخط دوت بيكون كروس برودكت اوف الاي اللي هو الفيكتور اللي احنا كنا عايزين اللي هو البولر لاين الاي بول قصدي اند دايركشن فيكتور اوف ذا اوبتيكال اكسس. الاوبتيكال اكسس اللي هو خط ايه عمودي كده. والفيكتور الثالث هيبقى كروس برودكت بتوين الاول والثاني. وانس ان انت عملت الكلام ده بتضمن ان ار 1 كروس برودكت ار 2 هيكونوا عمودين على بعض. والكلام ده انت محتاجه عشان تخلي الماتريكس اسمها ار ريكت تكون اورثوجونال اورثوجونال. وكمان احنا عايزين ان كل واحد منهم النورم بتاعه بيساوي واحد. الفكره بقى لو انت عملت الترانسفورميشن اللي قلت لك عليه دوت وجيت عملت هنا ار 1 ترانسبوز، هي شكلها طالع زي كي بس انا قصدي اكتب ار 1، قصدي اكتب ار 1 ترانسبوز في اي واحد، ده هيرجع لك الانتري دي، ده اللي هو بقى الاي بي بول نفسه يطلع، نفسه يطلع لك 1 0 0. هل الكلام ده هيحصل ولا لا؟ في الحقيقه هيحصل، لان دول الار 1 ترانسبوز هو نفسه الاي 1 بس نورمالايزد بيساوي النورم. فكان عندك واحد نورم واحد فيكتور النورم بتاعه بواحد وبتضربه في نفسه، عشان كده يطلع لك لما تضربه في نفسه ده ايه؟ انت عارف التو فيكتورز اللي فوق بعض بالظبط الكوزاين الانجل بتاعتهم بتساوي كام؟ كوساين 0 بتساوي 1. ده فكره الدوت برودكت يعني. ولو الفيكتور ده اورثوجونال ففعلا ار 2 ده بيكون اورثوجونال على اي 1 فهيطلع صفر، وار 3 اورثوجونال على ار 1 وار 2 فهيتضرب في اي 1 هيطلع برضه صفر. ده اللي نفسك يحصل. وير از ذيس بوينت لوكيتد اون ذا ايمج؟ في الاكس انفينيتي، لما الاكس بتروح للانفينيتي. يبقى الستيريو اوبتيفيكيشن الجوريزم هتعمله ازاي؟ اول خطوه لازم تجيب الاي ماتريكس. تاني حاجه لازم تجيب الاي بي بول عن طريق انك تسولف الاس في دي فور الاي. تالت حاجه هتبيلد الار ريكت فروم الاي بالثلاثه ستيبس بتاعتنا. هجيب اي واحد وهسميها ار واحد ترانسبوز، وهتجيب ار 2 من الفيكتور بتاع التي، من الفيكتور بتاع التي. احنا ار 2 هو ده اللي هو كان بيتحسب عباره عن واحد على النورم بتاع تي اكس تي واي في ماينس تي واي تي اكس. طب هو عملها ماينس تي واي تي اكس ليه؟ عشان لما يضربها في تي اكس تي واي يطلع له ده زائد ده بيساوي صفر. عشان كده بقول لك ان ده جاي من كروس برودكت اوف اي اند دايركشن اوف اوبتيكال اكسس. طيب مين الفيكتور اللي اسمه تي؟ الفيكتور اللي اسمه تي بس عشان تبقى عارف، هو ده اسمه ترانزليشن فيكتور بتوين تو كاميراز، بتوين التو كاميراز. تمام. ديكومبوز اي انتو ار اند تي، بعد كده سيت ار 1 بتساوي ار ريكت اند ار 2 هتساوي ار في ار ريكت. مين ار؟ ار دي اللي هي روتيشن بتوين التو ماتريسيز، بتوين تو ايمجز عشان يخليهم الاين، ويضربها في ار ريكت اللي هي ار ريكت دي اللي هي هتروتيت الاثنين ايمج بلينز انتو ان هو يخلي يكون اللاينز يبقوا في بيتقابلوا في الانفينيتي. روتيت اتش ليفت كاميرا بوينت هيوارب الايمج، كل نقطه عنده اكس واي وزي هيرمي لها روتيشن يخليها اكس داش واي داش زي داش. ريكتيفايد بوينتس از بي اللي هي اف في زي على زي داش في اكس داش واي داش زي داش
عشان نورمالايز ويرجع الكاميرا كوردينيت سيستم الايمج بلين، يعني الايمج كوردينيت سيستم. ريبيت 6 و7 فور الرايت كاميرا ويز ار 2. فده الاستيريو ريكتيفيكيشن الجوريزم، وبيقول لك ان دلوقتي ان اكس بتساوي اتش في اكس، اكس داش بتساوي اتش في اكس، وير ان اتش بتساوي كي في ار 1. You may need to alter the focal length inside the key to keep points within the original image size. يعني احتمال انك محتاج تعمل بس تظبط السكيلينج علشان الحل بتاع الهوموغرافي ده بيطلع up to scale. What can do we after rectification? Once ان انت عملت rectification، ادي two images كانوا converging cameras، بعد كده عمل rectification بقى شكلهم عامل كده. ايه اللي هتعمله بعد كده؟ انت عايز تعمل ايه اصلا؟ انت عايز اساسا تحسب الديسباريتي، وعشان تحسب الديسباريتي لازم يكون عندك الكورسبوندنسز. يبقى انا لازم اعمل حاجه اسمها الاستيريو ماتشنج، لازم ادور على الماتش بتاع كل بوينت من الصوره اللي على الشمال في الصوره اللي على اليمين. ده اللي انت نفسك تعمله. ولو انت حسبت الديسباريتي بس خلاص، يبقى انت كده حسبت الديبس استيميشن، وده الهدف اللي كنا عايزين نعمله. طب يا دكتور بس احنا شايفين في فراغات وحاجات بيضه كتير هنا وحاجات هنا وحاجات هنا، طب يا ترى حد يقدر يستنتج كده ايه السر في موضوع الفراغات دي موجوده ليه وشكلها عامل كده؟ هل احنا فاهمين الاول بس ايه الاوبجكتيف من المحاضره ان احنا نطلع الدبس اللي هو طلع دوت؟ بس وحدته ايه بس يعني؟ نعم الوحده بتاعته هتبقى ايه؟ انما كده احنا بنقسم سنتي على بيكسلز. المعادله بتاعت ال مش عارف، مش فاهم كلامك ده، سمعت تقول تاني كده؟ هي المعادله بتاعت الديسباريتي. ديسباريتي الزد بتساوي حاجه على دي. هوريزونتال ديسبلاسمنت اكس ماينس اكس داش، فانت لازم تبقى عارف مين اكس ومين اكس داش، صح؟ يبقى انت لازم ايوه لو تحتهم بقى هيبقوا كام؟ السنتي المفروض تبقى بيكسلز هتبقى الدي بتساوي بي في الاف على الزي. فانت لو معاك الدي تقدر تحسب الزي، لان انت عارف البيز لاين بكام، انت اللي حاطط سيتنج للكاميراز والاف هو الفوكال لينس. عايز تقول ايه بقى انت؟ دو بالسنتي والدي هتبقى بالبيكسل. انا كده برضه مش عارف ايه علاقه السنتي بالبيكسل دي، البيكسل دي تعبر عن ايه؟ لا انت في حاجه مش ايه اللي ايه اللي مش فارق معاك. لا انت الدبس ده بيرجع باليونتس ميترز. لو انت اصل خد بالك من حاجه، البيز لاين ده له يونتس والفوكال لينس له يونتس، الدبس ملهاش يونتس لان دي نفس ال ولا الدبس لازم يكون مطروحين مطروحين من بعض مش مقسومين، فهيتبقى بالبيكسل. ده بيكسل يا مطروحه دي بيك بيجيبها. ما هو الفوكال لينس هو اللي بيخلي الحاجه تظبط البيكسل يا اسمك ايه انت عمر. بس انا كنت بفكر في الحكايه دي، يعني انا جبت صوره مثلا هرم لعبه وقلبتها بكاميرتين، والهرم الحقيقي ممكن يتراعي نفس الدبس او استنتج نفس الدبس منهم. لا مش هي... بص انت دلوقتي عندك حاجه اسمها ماجنيفيكيشن فاكتور. الماجنيفيكيشن فاكتور هو مين؟ هو الاف على الزي، صح كده؟ الماجنيفيكيشن فاكتور ده هو اللي بيحول اليونت من متر لبيكسلز. ماشي؟ طيب لا بس انت شتتني يا عمر، انا كنت بسال سؤال مهم، الحاجات البيضه دي طلعت ليه؟ حد فينا يقدر يجاوب؟ هو حضرتك قلتها قبل كده دكتور، اللي عشان البيكسلز دي ما اتصورتش في الصورتين مع بعض. ممكن صح، ده احد الحاجات اللي هي مثلا في حته كانت مبدئيه في صوره واضحه في صوره ثانيه، فما اعرفش ماتشها اساسا فرجع لها ازاي 3 دي بوينت يعني. طيب وفي حاجات تانية بسبب النويز. بسبب النويز ازاي؟ ان في بعض الاماكن من الصوره الدنيا فيها فلات تماما، فانا ما بعرفش ماتشها مع اي واحده، هي كلهم حلوين اصلا، فدي مشكله. فخلينا نشوف دلوقتي الالجوريزم بتاعك بقى فور ايتش بيكسل. فايند الايبيبولر لاين اللي هو على نفس الامتداد بتاعه في الصوره الثانيه، وسكان لاين فور بيست ماتش. طب سكان لاين فور بيست ماتش يبقى هيعمل حاجه اسمها ماتشنج. الماتشنج ده عملناه قبل كده، بيقول لك فانت ممكن على فكره الماتشنج ده يحصل ازاي؟ في حاجه اسمها تمبلت ماتشنج، والتمبلت ماتشنج ده انا ما شرحتوش في المره الاولانيه، انا بشرح الايدجز وكده. بس انا مره قلت لك زمان ان الفلتر بتاعك بينطبع اثره على الصوره الفلتر ده، صح؟ لو انت بتستعمل جاوسن فلتر غير لما بتستعمل بوكس فلتر. فهو نفس الكلام ده، نفس الايديا دي نقدر نستغلها ان انا اعمل حاجه اسمها تمبلت ماتشنج، ان انا بدور على العين بتاعت البني ادم دوت في الصوره، فبعمل بوكس في العين وعدي البوكس ده على الصوره على كل البوزيشنز اللي في الصوره من الاول من فوق لتحت من يمين لشمال، هيطلع لي حاجه اسمها الريسبونس ماب. الريسبونس ماب دي المفروض سبوزدلي
هو هنا بيعمل فلترنج عادي خالص، كورليشن يعني مفيش اي مشكله. سبوزدلي الفلترد ماب دي هترجع لك هايست ريسبونس عند مين؟ عند الكوريكت ماتشز المفروض يعني. بيقول لك وات يعني وات ويل ذا اوتبوت لوك لايك، هيطلع شكلها حاجه سموث بالمنظر دوت، وتدي لك المفروض المفروض ان يطلع الماكسيمم ريسبونس عند الماتش لما يكون الفلتر بيساوي الحاجه اللي هو بيدور عليها. طيب المشكله في الكلام ده ايه؟ المشكله ان الحاجات اللي برايت اصلا في الصوره من الاول هترسبوند عالي. طب ليه ليه الحاجات اللي برايت هترسبوند عالي؟ لو انت عندك بيكسلز 255 بتضربها في اي شويه ارقام اكيد دي هتطلع اعلى سكور، صح ولا انا غلطان؟ صح، مهما كان الفلتر ده شكله عامل ازاي انت عندك عمال تضربه في 255، فده في الحقيقه مش احسن طريقه انك تعمل تمبلت ماتشنج. طب الحاله الثانيه ايه؟ بيقول لك فلتر زي ايمج يوزنج التمبلت از كيرنل فلتر ده بينكريز فور هاير لوكال انتنسيتيز، اللي هي الاماكن اللي فيري برايت من الصوره هتدي ريسبونس عالي مش بس في الاماكن اللي انت عايزها، فده المشكله بالنسبه لك. طب الحل بتاع الكلام ده ايه؟ قالوا ان الفلتر ما يكونش مش هستعمله زي ما هو كده، ولكن هيزيروا مين الفلتر دوت. فلما يزيروا مين الفلتر ده يعمل ايه؟ هيطرح منه الجي داش. فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي بقى ان الفلتر ده بياخد ال لما بيطرح منه في ارقام كتيره منه هتكون سلبه وارقام موجبه. فمعنى كده ايه؟ ان الحاجات اللي هتماتش الريسبونس ده بس هي اللي هتبقى كويسه. ادي يعني هنا هيدي لك ترو ديتكشنز وهيدي لك فولس ديتكشنز، فستيل برضو مش احسن حاجه. طب ايه الحاجه الثالثه اللي ممكن نستعملها؟ نوت روبوست فور هاي كونتراست ارياز، الهاي كونتراست ارياز برضو هيرسبوند فيها عادي. طيب الحاجه الثالثه زي ما احنا عملنا الكلام ده في السيفت قبل كده، ان انا بحسب حاجه السام اوف سكوير ديفرنسز بتوين الفلتر دوت والباتش اللي هو ماشي عليها في الصوره، وهي سام اوف سكوير ديفرنسز عشان يربع الفروقات. هيحسب البيكسل تو بيكسل ديستانس ما بين البيكسل لوكيشن اللي هو واقف عنده مع الفلتر اللي هو بيلف بيه على الصوره. طيب هيطلع الترو ديتكشن، بس بيعملها ازاي؟ عن طريق ادي شكل الاوتبوت ده الريسبونس ماب، هيعمل ثري شولدنج يطلع له ترو ديتكشن في الكلام ده، مفيش مشكله. مشكلته برضه بتحصل امتى؟ في بعض الاحيان ان انت لو حصل ان الاوبجكت دوت مثلا الكاميرتين واحده كانت فاتحه وواحده كانت غامقه، فهو لو الصوره الثانيه دي كانت غامقه فهو مش هيماتش الفلتر ده باي حال من الاحوال. فيبقى معنى كده ايه؟ ان ده نوت روبست تو لوكال انتنسيتي تشينج، على الرغم ان هو نفس العين وكل حاجه، بس واحده مغمقه وواحده مفتاحه مش هيعرف يطلع لها. خدت بالك الريسبونس بقت ضعيفه قوي ازاي؟ فالحل بتاع الكلام ده ايه؟ ان هو يعمل حاجه اسمها زيرو مين. Subtracting the mean deals with bright bias, dividing by the standard deviation removes the contrast bias. يبقى هيعمل الكلام ده ازاي؟ ايوه هيخلي الفلتر بتاعه التمبلت مين هيطرح منها يبقى هيعمل زيرو مين فلتر، ويقسم على الستاندرد ديفيشن عشان يعمل حاجه اسمها النورمالايزد كروس كورليشن. هيعمل نورمالايزد كروس كورليشن. تمام، خد بالك ان هو هنا طرح المين من مكانين، المين في الصوره والمين في الفلتر، يبقى هنا عنده المين مطروح مرتين وبيحسب الفاريانس هنا والفاريانس هنا وياخد فيه جذر في الاخر متاخد بره، فده بيسموه نورمالايز كروس كورليشن. وده شكل الماب بتاعته، ولو عمل ثري شولدنج هيطلع له النقطتين دول اعلى نقطتين. طيب الخلاصة يعني what is the best method it depends on whether you are care about speed or invariance. طبعا لو انت بتتكلم على السبيد يبقى الزيرو مين fastest، بس ال very sensitive to local intensity. The sum of square differences medium speed sensitive to intensity offsets. Normalized cross correlation ده slowest to invariant to contrast and brightness. طب البلوك ماتشنج بقى بيشتغل ازاي؟ الستيريو بلوك ماتشنج، انت عند كل بيكسل من البيكسلز بتكونستراكت بلوك، والبلوك ده بتدور عليه بتحسب على نفس السكان لاين دوت بيسموه سكان لاين، وتحسب الماتشنج كوست عند النقطه اللي هتحقق المينيمم ماتشنج كوست، يبقى دي البيست البيست ماتش. وانس انت عرفت البيست ماتش تحسب بقى الاكس بتاعتك بتساوي كام، وتحسب اكس داش بتساوي كام. وانس انت حسبت اكس اكس داش حسبت الدي بتساوي بي في اف على الزي، يبقى عرفت اجيب الزي. طيب لو عمل سم اوف سكوير ديفرنسز فحصل المينيمم في المكان دوت، لو عمل النورمالايز كروس كورليشن حصل الماكسيمم في المكان ده. خد بالك النورمالايز كروس كورليشن اكزاكتلي از اكوساين الانجل، اللي هو عباره عن دوت برودكت بتوين تو فيكتورز وبيقسم على النورم فكانه كوساين، فانت نفسك ان هو يكون اعلى حاجه. طب هل في هو سم اوف سكوير ديفرنسز؟ لا، في بس في سم اوف ابسولوت ديفرنسز، سم اوف سكوير ديفرنسز،
sum of square absolute differences with zero mean locally scaled SAD ونورماليز كروس كورليشن. لو لاحظت هتلاقي ان ده الجراوند تروث، ده اللي هو عارف الدبس بالظبط بتاع كل نقطه عامله ازاي. ده ال NCC ده احسنهم، وال SSD يعني ده كويس مش وحش، بس مفيش ان هو يمكن احسن حاجه، احسن حاجه بسيطه من ال SAD اللي هو السم اوف ابسولوت ديفرنسز. الايفكت اوف الويندو سايز، البلوك اللي انت بتاخده ده السايز بتاعه 3 في 3 ولا 20 في 20؟ لو 20 في 20 فانت الايفكت بتاعه ان الديستانسز ممكن كانهم بيحصل لهم سموزنج كده، لكن لو انت بتتكلم على ويندو 3 في 3 فده هيدي ديتيلز اكتر بس نويز اعلى، ديتيلز اكتر بس نويز اعلى. لكن اللي هنا هيدي بقى ايه، مور هنا مور ديتيل ومور نويز، هنا سموزر ديسباريتي ماب ليس ديتيل وفيلز نير الباوندري، ان الويندوز عنده بتكون اي كلام، ان عنده بيكسلز كتير من بره الويندو المفروض ياخدها في حساب يعني من بره الصوره قصدي. في مشاكل ممكن تحصل تخلي البلوكس ماتشنج يفيل، مثلا لو انت بتتكلم على ريجون زي دي فلات فهيماتش دي لانهي واحده، ما تنفع دي وتنفع دي وتنفع دي وتنفع دي معنى كده الامبيجوتي عنده عاليه. ممكن الامبيجوتي تكون عنده عاليه مش عشان هي فلات ريجون، ولكن عشان نفس الباترن اللي متكرر، الايدج دي هي نفسها الايدج دي وهي نفسها الايدج دي، ام سوري اللي جنبها العمود اللي جنبها، لما يكون في ريبيتد تكستشر فهو برضه ممكن يغلط ان هو مش عارف انهي احسن. الحاجه الثالثه بتحصل برضه فيلير فيها لو حصل حاجه اسمها سبيكولاريتيز، السبيكولاريتيز دي اللي هي انعكاسات الضوء الموجوده على السيرفيس بتخلي الماتشز دي مش كويس، يعني ممكن يحصل عنده فلات ريجونز بيسموها تكستشر ليس ريجونز او ريبيتد باترنز او سبيكولاريتيز، دي بتخلي البلوك ماتشنج يفيل باي حال من الاحوال في الثلاثه كيسز دول. هل في طرق انك تمبروف الاستيريو ماتشنج؟ ايوه في طرق انك تمبروف الاستيريو ماتشنج. How can we improve the window-based stereo matching? The similarity constraint is local. Each reference window is matched independently. انت كل مرة بتاخد window وتماتش مع الباقيين. تاخد window وتماتش مع نفس السكان لاين يعني. لكن انت لو انت عارف ان الويندو ده بيماتش النقطة دي، هل ده يساعدك تعرف ان الويندو ده بيماتش النقطة دي؟ المفروض. صح؟ فبيقول لك we need to enforce non-local correspondence constraints. ايه non-local correspondence constraints دي؟ ان بيقول لك عنده حاجه اسمها اليونيكنس، فور اني بوينت ان وان ايمج ذير شود بي ات موست وان بوينت ان انذر ايمج. يعني انت ما ينفعش تقول لي ان النقطه اللي على اليمين دي النقطه اللي على الشمال دي ان هي دي هتماتش دي او دي، ما ينفعش لازم كل نقطه تماتش نقطه واحده بس، فهي يا اما دي هتكون دي يا اما دي هتكون دي، ما ينفعش تكون حاجه ثانيه. It doesn't make sense يعني. طيب في حاجه ثانيه اسمها الاوردرنج، الكورسبوندينج بوينتس شود بي ان ذا سيم اوردر ان بوث فيوز. لو انت بتقول ان الاي كابيتال والبي كابيتال والسي كابيتال لهم ترتيب ماشيين مش شمال يمين على الاوبجكت في 3 دي بالشكل دوت، فالمفروض ان يكون نفس الاوردرنج موجود، الاي وراها البي وراها السي، او الاي وراها الاي داش والبي وراها السي داش، المفروض يكون نفس الاوردرنج، نفس الاوردرنج، ما ينفعش ان الاوردرنج يتغير. احيانا في بعض الكيسز ان الاوردرنج كونسترينت دازنت هولد، ده احيانا بيحصل ان مثلا الاي والبي والسي دول كانوا موجودين في اوبجكت والدي كان بيأكلود الاوبجكت، فساعات ممكن ما اشوفش البي في صوره من الصور او ما اشوفش الاي في صوره من الصور، قصدي انه هنا مش شايف الاي وهنا مش شايف السي، ممكن يحصل كده. فالاوردرنج كونسترينت دازنت هولد في هذه الحاله. الحاجه الثالثه اللي هي السموزنس، وي اكسبكت ان الديسباريتي فاليوز تو تشينج سلولي فروم for the most part الا طبعا عند الايدجز وعند الاوكلوجنز يعني. لكن انا لو مصور مروان ومروان ده عباره عن لابس فانيلا، فالمفروض كل البيكسلز اللي على الفانيلا دول يكون تقريبا لهم نفس الدبس، فده موضوع السموزنس اللي بيحاولوا يعملوا انفورسنج يعني. ف what are some problems with the results؟ هنا ان عنده نويز كتير وعنده discontinuities كتير اللي هي الحاجات الزرقاء دي، معناها انه مش عارف يرجع لها الدبس، وده شكل الجراوند تروث. طيب how can we improve the depth estimation؟ بيقول لك too many discontinuities we expect the disparity values to change slowly. هيحاولوا يحلوا موضوع السموزنس ده ان هو ينفورس السموزنس على السوليوشن اللي راجع. فلو عمل انفورسمنت للسموزنس، انا عايز اوريك بس الصوره لو هو حاططها الكلام ده، هرجع له تاني كمان شويه اهو. ده الماتش اونلي، ده البلوك ماتش اونلي، وده لو عمل السموزنج اللي انا هشرحه كمان شويه صغيرين هيخلي الشكل بالشكل ده، فبيطلع على شكله احسن بكتير جدا، وده اللي هيطلب منكم في الاساينمنت الثالث اللي انكم هتعملوه امبلمنتيشن. هتعملوا البلوك ماتشنج ستيريو ماتشنج، والتاني ده اللي هو الانرجي مينيمايزيشن. ايه موضوع الانرجي مينيمايزيشن دوت؟ بيقول لك انت علشان تحكم على نقطه انها بتماتش نقطه ثانيه، فانت عندك حاجه اسمها الماتش كواليتي
دي بتحسبها ازاي؟ عن طريق النورمالايزد كروس كوليشن. خلاص انا عندي طريقه تحسب لي الماتش كواليتي، وعندك حاجه اسمها سموزنس. السموزنس دي هي الجديده اللي عليك، دي الحاجه الجديده اللي عليك. يقول لك if two pixels are adjacent they should usually، الا زي ما قلنا عند الايدجز او whatever، move about the same amount. ده المفروض يحصل ان هما يتحركوا تقريبا بنفس الطريقه. فيقول لك دلوقتي انا هعمل حاجه اسمها energy minimization، energy function for one pixel، دي for one pixel. بعد كده هعمل الكلام ده لكل البيكسلز اللي عنده. عباره عن مجموع ترمين، الترم الاولاني بيسموه data term والترم الثاني بيسموه smoothness term، وفي هنا factor بيويت الترم على ترم. فالديتا تيرم ده بيتكلم على الكواليتي، ده اللي هو البلوك ماتشنج ريزلتس عن طريق النورمالايزد كروس كورليشن او عن طريق الاس اس دي اللي هو سم اوف سكوير ديفرنسز. وده حاجه اسمها السموزنس تيرم، بيقول لك ان الادجيسنت بيكسلز شود يوجوالي موف اباوت ذا سيم اماونت، وده بيسموه السموزنس فانكشن. فاللي علينا دلوقتي ان احنا نعرف الداتا تيرم ده عباره عن ايه والسموزنس تيرم ده عباره عن ايه. وفي الحال دي انا عايز اعمل مينيمايزيشن للفانكشن دي. فبيقول لك ال SSD distance between the window centered at x y and j of x plus d x. وخد بالك ان ال y ثابته، هو بيعتمد ان هنا ان ال y ثابته، انه لو حرك ال x حبه صغيرين كده، حرك ال x حبه مثلا كانت x بتساوي 15 خلاها 16، هي دي الدي بتاعته d of x y، وال y لازم تكون ثابته. كويس. السموزنس تيرم بقى هو عباره عن ايه؟ هيعمل دلوقتي حاجه اسمها نيبرهود. النيبرهود ده هو البيكسلز اللي جنب البيكسل بتاعتك، اللي هما مين؟ اللي فوقيك واللي على يمينك واللي على شمالك واللي تحتيك، او كمان ممكن تخليها الايت كونكتد، تاخد الحاجات اللي على بيكسل 1 بيكسل ديفرنس فوق وتحت، وتعرف في اوف دي بي ودي كيو. طب ايه الفي اوف دي بي ودي كيو؟ بيقول لك ان الاثنين فاليوز دول هل قيمهم شبه بعض ولا لا، هل قيمهم شبه بعض ولا لا. ف v of d b و d cube ان ال depth of ال b وال depth of ال q كل ما يكونوا بعاد عن بعض، كل ما يبقى فيها دي بيسموها ال l1 distance، ان هما ال distance بينهم تكون كبيره، يبقى ال value في ال function بتاعتك. خد بالك ان ده ال smoothness term. ايه اللي انت عايز تعمله؟ انت عايز الترم ده يمينيمايز، يقل قوي. فامتى الترم ده يقل؟ لو ال dp وال dq قريبين من بعض، لكن لو بعاد عن بعض الترم ده هيزيد. يعني لو انت اديت الاثنين بيكسلز في نفس النيبر ديفرنت ديستانسز او ديفرنت ديبثز، معنى كده ايه؟ ان ده وحش، ان هم هيدوا لك ترم هيحطوا فاليو كبيره في الايرور في الانرجي فانكشن اللي انت عايز تعملها مينيمايزيشن. وفي طريقه ثانيه مش معتمده على ال L1 ديستانس، ان هو لو بيساويها هيبقى بصفر، يبقى هو كده ما خسرش حاجه. ولو هو في النيبر وطلع مش بيساويه هيديله بينالايزيشن بواحد وان ستيب. بتحل المساله دي ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الدايناميك بروجرامنج. وي كان مينيمايز ذيس اندبندنتلي بير سكان لاين يوزنج دايناميك بروجرامنج. اقدر ان انا عندي سكان لاين اطلع سكان لاين ده هنا في بالشكل ده في 1000 بيكسل مثلا، وهنا عندي سكان لاين في الصوره الثانيه في 1000 بيكسلز، فانا اقدر اعرف كل بيكسل من دول انهي بيست ماتش ليها، وبيحل اللاين ده مع اللاين ده هوليستيكالي، بيحل اللاين ده اجينست اللاين ده عن طريق انه مينيمايز الفانكشن بتاعته دي، بدل ما كان بيحل كل بيكسل ويدور عليها في كل ال1000 دول، لا هو عايز يماتش ال1000 لل1000 بدل ما بيماتش واحده لواحده. والمينيمايزيشن فانكشن كان بي سولفد بير سكان لاين. يبقى دي اوف اكس واي ودي، خد بالك اكس واي ده البوزيشن بتاعك اللي هو بيكسل 5 و15، ودي ده اللي هو الديسباريتي بتاعتك اللي انت فور ذيس بيكسل يعني. فدي اوف اكس واي ودي بتساوي السي، ده اللي هو محسوب عن طريق الكواليتي اللي هو كان قلنا عليه بالبلوك ماتشنج بالنورمالايز كروس كورليشن او ديستانسز سم اوف سكوير ديفرنسز، وانه بيدور على الدي داش اللي تمينيمايز دي اوف اكس ماينس 1 وواي ودي داش بلس لامدا في دي ماينس دي داش. طب ايه اكس ماينس 1 وواي ودي داش؟ دي البيكسل اللي قبليك راح عمل عليها نفس الفانكشن دي. ايه ده؟ يعني دي اسمها ريكيرسيف كول، دي اسمها ريكيرسيف كول، ان هو لما يجي يحسب دي بيحسبها بدلاله الدي بتاعت الاكس اللي قبلها اللي على شمالها بلس لامدا اوف الديفرنس بتوين دي ودي داش. خلاص، وهو بيدور على الدي داش اللي تمينيمايز الاكسبريشن ده كله على بعضه. لو جبت فده فكره الدايناميك بروجرامنج، انه معتمد على الريكيرسيف ايكويشن دي.
الديناميك بروجرامنج هنا معتمد على الريكيرسيف ايكويشن وبيسولف فور ذا هول سكان لاين مره. خلاص وادي شكل الريزلتس بتاعها. طبعا موضوع الديناميك بروجرامنج محتاج ان تقروا فيه شويه زياده لو حد ما يعرفش الديناميك بروجرامنج محتاج يعرف. هي معتمده على الريكيرسيف ايكويشن الموجوده هنا وهيطلب منك ان انت امبلمنت الديناميك بروجرامنج سوليوشن اللي بينفورس سموزنس كونسترين والبلوك ماتشنج اللي بينفورس اللوكاليتي كونسترين او الماتش كواليتي في الاساينمنت الثالث بتاع الاستيريو اللي هينزل فيري سون ان شاء الله. خلاص هدي محاضرتنا النهارده كنا بنتكلم فيها على الاستيريو وشفنا الاوبجكتيف بتاعنا ايه ان انا ارجع الديبس بتاع كل بيكسل او alternatively برجع الديسباريتي فور افري بيكسل. وونس ان انت عرفت الديسباريتي لو انت عارف الترانزليشن فيكتور بتوين التو كاميراز فانت معاك البي وتقدر تعرف الفوكال لينس للكاميرا بتاعتك فتقدر تحسب الديبس. تمام هو ده الكلام اللي كنت عايز اقوله النهارده وان شاء الله نشوفكم يوم الثلاث. بس هنبدا ندخل في موديول جديد موضوع بقى ايه السيمانتيك فيجن او اللي هيخش بقى في موضوع الريكوجنيشن والديتكشن والسيجمنتيشن بروبلمز اللي معظم الناس بيكونوا منتظرينها عشان هنتكلم فيها على الديب ليرنينج ان شاء الله. خلاص هنكتفي على كده النهارده ونشوفكم يوم الثلاث. حد عنده اي سؤال دكتور؟ معلش سؤال بسيط بس. هو في الجزء الاولاني حضرتك كنت يعني كنا كل كلامنا على الاسينشال ماتريكس. هو انا يعني اسينشال او فاندامنتال ما تفرقش معاك كتير. انت الفاندامنتال ما ده اللي انا قصدي عليه ان انا كنت انا فاهم ان الاسينشال ماتريكس بتشتغل على على الكاميرا كوردينتس واحنا كنا بنتكلم دلوقتي على ايمج كوردينتس صح ولا انا فاهم غلط؟ ما هو بص هي احنا في لحظه من اللحظات احنا اعتبرنا ان السنتر اوف الورلد هو الاو اللي هو بتاع الكاميرا اللي على الشمال صح كده؟ تمام. ده اللي خلينا نتكلم على ايه على الاسينشال ماتريكس. تمام تمام. لكن هو احنا اتفقنا برضو وانا بشرح في الاول خالص ما اعرفش انت كنت موجود ولا لا انا قلت لك هنا في لحظه من اللحظات قلت لك الاي او الاف مش فاكر فين بقى. كنا لسه في الحته دي صح. ده وانا بشرح هنا قلنا ان الاي او الاف ما قلناش قلنا شرحناها قلناها كده ممكن دي كانت في الاول خالص ممكن انت كنت لسه ما جتش ممكن تبقى تسمع. انا ما جتش في الجزء احنا قلنا عايزين نجيب من النقطه دي الخط ده اتفقنا. قلت لو انت معاك كاميرا كوردينيت سيستم هتبقى شغال على الاي ماتريكس لو انت عايز تجيب اللاين ده وانت معاكش الكاميرا كوردينيت سيستم معاك الايمج كوردينيت سيستم هتشتغل بالاف ماتريكس. تمام ماشي اوكي كفايه كده ونشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي. السلام عليكم. وعليكم السلام.